أهلا وسهلا مشاهدينا. لكل مكان محمول الثقافة، تتعدد بيئات السودان ويتعدد المناخ وتتعدد الخيرات. واحدة من البقاع الطيبة اللي هي ذاخرة بخيرات هي تسمى مطمورة أهل السودان بحق وحقيقة لما تذخر به من خيرات واسعة. قاصدين القضارف يا حسن، قضارف الخير. مشيت حصل؟ أنا ما مشيت القضارف، وعلاقتك طبعا ترحال لمدن السودان قد تكون ضعيفة شوية كذا، لكن مهتم إنه أنا أسافر ولا شنو؟ ما أحب، ما أتيحت لي الفرصة إنه أنا أسافر الولايات ما لين أتيح لك الفرصة، لكن زرت جزء منها، زرت شمالية نهر النيل، النيل الأبيض، ولاية الجزيرة فقط. ما مشيت نيالة؟ ما مشيت نيالة، أتمنى والله يمشي نيالة. يعني أنا بشوف مناطق ساحرة جدا وطبيعة خلابة بتخلي الإنسان إنه يحاول إنه يزور. القبر الأخيرة صحيح. طبعا أنا تجوالي كبير جدا وترحالي وتسفاري حالنا حال كل السودانيين دائما نسافر الآن عبر العين وعبر شاشة الشروق، تسافرون معنا إلى القضارف لمتابعة التقرير التالي. الساعة تقريبا 14 وهي بداية الانطلاقة نحو عمليات حصاد السمسم، فالجو المعتدل واحدة من مطلوبات العمل، وجموع من العمال تتجمع هنا وهناك في الكمبو، البعض مشغول بإعداد وطهي الطعام والآخر بتجهيز معدات قطع السمسم. يتحول المكان في هذا التوقيت من كل عام إلى خلية نحل لا تهدأ، فالسمسم لا ينتظر والمزارع يسابق الزمن من أجل حصاده. تقريبا في الفترة دي السودان ما فيه بترول، ما فيه أي موارد أو حاجات ممكن تضيف للناتج القومي إلا الزراعة. فالقضارف يعني الحمد لله مزارع القضارف مزارع يعني متمكن ومعتمد عليه نفسه تماما، ويعني مقدام في استخدام التغانات، و يعني تقريبا مرات بيقوم بعمل الدولة. يعني ياسر شاب في أواخر الثلاثينيات من العمر، يحترف الزراعة التي ورثها كابر عن كابر، أحب المهنة فطورها، يتجول بين عماله محفزا ومشاركا ممنيا النفس بحصاد وفير. نحن يعني بي 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 بنتمنى إن الحكومة تقيف مع المزارع وتدعمه في 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 مجال الآليات، في مجال التمويل، في يعني توفير العمالة. الحلة والتكل مصطلحات يتعرف عليها المزارعون، وتعني الشكل الذي يجمع فيه العمال السمسم قبل عمليات الحت. طبعا السمسم بيتقطع زي ما شايفين انتم هنا قدامكم، كل رصة هنا من هذه الرصات بتسمى حلة. الحلة فيها 400 ربطة، كل حلة بتتكون من 400 ربطة. فيعني السنة دي المزروعة بالسمسم تقريبا واسعة، وقل العمالة وصل سعر الحصاد الحلة دي لمعدلات عالية جدا. الحاجة دي زادت سعر التكلفة بالنسبة للمزارع كثير. يعني في هدوء الليل تستعد مجموعة أخرى لبداية العمل، تحفز نفسها بالأناشيد والأهازيج. وإن كانت بلهجات ولغات أجنبية، فالعمالة الأثيوبية باتت هي الحل في ظل عزوف العمالة الوطنية عن الزراعة واتجاهها نحو التعدين. بقينا نعتمد في الفترات الأخيرة على العمالة الوافدة من الجارة أثيوبيا، وذلك لتأثير عمليات التنقيب عن الذهب بشمال وغرب السودان. فحقيقة العمالة الوطنية كلها لقت إنه خيار تنقيب أفضل لها من العمل الزراعي. الحاجة دي خلقت لنا إحنا فجوة كبيرة في مجال العمالة. فيعني نشكر حكومة السودان وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات لتسهيلهم لنا استجلاب العمالة الأثيوبية. وزي ما قال نسبة العمالة في السودان هنا في ولاية القضارف يعني 95% من نجاح الحصاد ده من العمالة الأثيوبية. يعني العمالة الأثيوبية دي هنا ساعدت القضارف منطقة متأخملية وساعدتها ونجحتها. إن شاء الله ربنا يديم العلاقات بين الجارة أثيوبيا والسودان وربنا يوفق الجميع. وينظر ياسر لموسم الحصاد كمهرجان شعبي، يأمل في مقبل الأيام أن توليه الدولة اهتماما خاصا وتجعل من موسم الحصاد مناسبة اجتماعية وثقافية. إنه حصاد السمسم ده مفترض يكون كرنفال قومي، كرنفال قومي يعني تحتفي به الدولة كلها،
وتطلع إعلانات من قبل وزارة الزراعة في جميع أنحاء السودان تنويه الشعب السوداني بأنه خلاص حصاد السمسم بدأ في اليضارف، وتوفر لهم وسائل نقل لتنقلهم في موسم حصاد السمسم زي ما بيعملوا جيران الأثيوبيين. الأثيوبيين في فترة حصاد السمسم بيستجلبوا العمالة من جميع أنحاء أثيوبيا على حساب الدولة لمناطق الإنتاج في الإقليم المتاخم للسودان من ناحية القضارف. فبتلقى أنه الفترة دي الميكروفونات بتطلع في المدن بتنوه الناس أنه خلاص السمسم طلع، العمال يتحركوا. يعني اليومية تقريبا ما سهلة في قضارف في موسم حصاد السمسم ده، اليومية الآن بتلحق تصل ل 500 جنيه. وعلى ذات الجانب تقف السلطات مع المزارع مساندة وداعمة، فها هي إدارة جوازات ولاية القضارف تقف وعلى أعلى مستوياتها مسهلة إجراءات دخول العمال. نحن في إدارة الجوازات والهجرة يعني نقوم بمساعدة هؤلاء المزارعين بتسهيل إجراءات دخول العمالة، ونحن معهم إن شاء الله قلبا وقالبا لإنجاح الموسم الزراعي بمشيئة الله تعالى. وإن كان الهدف والغاية اقتصاديا في المقام الأول، إلا أن موسم الحصاد لمحصول السمسم يعد مهرجانا شعبيا وملحمة وطنية تستحق الاهتمام والتوثيق. محمد الفاتح الشروق، ولاية القضارف.